أهلا بكم في ملخص نشاطات جلالة الملك عبد الله الثاني، الملخص الذي يطلعكم على أهم نشاطات جلالته خلال الأسبوع. هذا الأسبوع تسلم جلالة الملك ميثاق منظومة النزاهة الوطنية وخطته التنفيذية، وألقى جلالته كلمة مهمة وجهها خلال الحفل، حيث قال: تكريس مفاهيم النزاهة كمنظومة للعمل الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني هو من المرتكزات الرئيسية لعملية التحول الديمقراطي، وهو مؤشر على جدية وواقعية عملية الإصلاح لتطوير العمل المؤسسي. ولابد من التأكيد هنا يا إخوان إنه مسؤولية تنفيذ هذا الجهد الوطني وترجمته على أرض الواقع هي مسؤولية مشتركة بين جميع السلطات ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين لترسيخه كنهج ثابت وأسلوب وممارسة في حياتنا العامة، ولضمان تحقيق نتائج حقيقية وملموسة سيتم تشكيل لجنة لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم إطلاع المواطنين على سير العمل والإنجاز. شعبنا اليوم يقدم نموذج فريد لجهد تم بمشاركة جميع مكونات مجتمعنا من خلال الحوار البناء والهادف واحترام الرأي الآخر، وهذه كلها مقومات نجاح عملية التحول الديمقراطي اللي هدفه الأساسي تمكين المواطن من المشاركة الفعلية في صناعة القرار ورفعة وازدهار هذا الوطن الغالي. وهذا الإنجاز يجسد قدرة الأردنيين على مواجهة التحديات ومعالجتها بروح وطنية عالية وشعور بالمسؤولية، وهذا الأسلوب هو سبب نجاح الأردن والأردنيين. الإصلاح الشامل ومكافحة جميع أشكال الفساد كان السببين الرئيسيين لتشكيل اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وبتكليف مباشر من جلالة الملك عبد الله الثاني الذي أمر بتشكيل هذه اللجنة المكونة من شخصيات ذوي خبرة ويتمتعون بدرجة عالية من النزاهة والموضوعية والحيادية، حيث عملوا معاً وبالتعاون مع جميع قطاعات ومؤسسات المجتمع المدني ومع المواطنين أنفسهم لوضع ميثاق للنزاهة يكون منهاجاً إصلاحياً متكاملاً يؤسس لمرحلة جديدة تعزز الثقة بمؤسسات الدولة كافة ويكون فيها الجميع شركاء في المسؤولية. ومباشرة تم البدء بالعمل على إعداد الميثاق، حيث شهدت المرحلة الأولى 22 اجتماعاً ضمت رؤساء الهيئات والجهات الرقابية بهدف الاطلاع وتشخيص المشكلات والتحديات التي تواجهها، وانبثق عن هذه الاجتماعات النسخة الأولى لميثاق النزاهة الوطنية وخطته التنفيذية. وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي كانت واضحة بأن يكون هذا الجهد وطنياً تشاركياً، فقد قامت اللجنة كمرحلة ثانية بعقد سلسلة من اللقاءات التشاورية بلغت 17 لقاءاً على مدار 30 يوماً، استمعت من خلالها إلى آراء وأفكار الفعاليات الشعبية والرسمية ونخبة من قادة الفكر والرأي وكذلك ممثلي شرائح المجتمع في 12 محافظة، بالإضافة إلى الجامعات والأحزاب والنقابات والقوى السياسية وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب والقيادات التنفيذية في الجهاز الحكومي. وبناء عليه تم إدخال هذه المقترحات إلى ميثاق النزاهة وخطته التنفيذية وتعديله كنسخة ثانية. وبعد ذلك تم عرض الميثاق والخطة التنفيذية في جميع وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية لاستقبال ملاحظات المواطنين كافة عبر البريد الإلكتروني والفاكس المعلن عنهما.
وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بضرورة الوصول إلى مستوى متقدم من إجماع الأردنيين، تم عقد مؤتمر وطني كمرحلة أخيرة في إعداد النسخة النهائية للميثاق لمناقشة وإقرار الملاحظات والاقتراحات الواردة من المواطنين والمشاركين لاعتماد ميثاق وطني يبني ويعزز منظومة متكاملة للنزاهة تحمي الوطن وتصون مقدراته وحقوق مواطنيه.